لا توافق سياسي على تمرير مشروع قانون خدمة العلم المثير للجدل، والذي تم تأجيل قراءته الأولى في مجلس النواب إلى الجلسات اللاحقة. فالخلافات حول القانون ما زالت حاضرة بين المشرعين داخل البيت الشيعي. قسم منهم يعتقدون أن هذا القانون يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للفساد، كما أن إقراره وتنفيذه يحتاج إلى أرضية ملائمة توفرها وزارة الدفاع، إضافة إلى تخصيصات مالية قد تثقل كاهل البلد. الواقع الحالي لوزارة الدفاع لا يؤهلها لتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية، من حيث استقطاب الشباب بأعداد كبيرة وتهيئة المعسكرات والمدربين، إلى جانب القضية المعنوية والعقائدية التي يجب زرعها في نفوس المتدربين بالمواطنة الصالحة وبحب الوطن وغيرها من أمور. هذه القدرة وهذه الأهلية غير متوفرة حاليا بدرجة ما، ولا بد لوزارة الدفاع الاستعداد إذا تم إقرار قانون، ولو تم تأجيله اليوم باعتبار أن الإقرار بعده بسنتين يتم التطبيق. فيما يرى بعض النواب أن قانون الخدمة الإلزامية معمول به في أغلب الدول، وله انعكاسات إيجابية على التعايش السلمي والاحتكاك بين المكونات، وأيضا يمكن أن يمتص البطالة مع المساواة بين أفراد وشرائح المجتمع، لكن توقيت إقراره قد يكون غير مناسب. هنالك من يرفض هذا القانون ويقول أن هذا القانون هو عسكرة للمجتمع العراقي. نحن ليس بحاجة اليوم إلى معسكرات وإلى هذه الأعداد، بحاجة إلى بناء مدارس، بحاجة إلى بناء مستشفيات. والقسم الآخر يقول لدينا مشكلة اجتماعية من الممكن أن يعالج هذا القانون، المشكلة في البطالة، المشكلة الطائفية اللي موجودة. هذا القانون سيجعل أبناء البصرة يتواجدون في الموصل وبالعكس، هو فيه حل كثير من المشاكل وفيه سلبيات وفيه إيجابيات. وبلغة الأرقام فإن مشروع قانون خدمة العلم بحسب مواده يستهدف 27 فئة عمرية، وبحسب مؤشرات النمو السكاني وفق إحصائيات غير رسمية، فإن عدد المشمولين بالخدمة لكل فئة عمرية يساوي نحو 200,000 نسمة. ووفقا لعملية حسابية بسيطة، فإن معدل المشمولين بالخدمة يساوي أكثر من 5,400,000 جندي، ومع حساب راتب الجندي الواحد يساوي 400 دولار شهريا، فإن الناتج يساوي 2,160,000,000 دولار شهريا، والناتج السنوي يساوي 26 مليار دولار يجب أن توفرها خزينة الدولة من دون حساب المصاريف الأخرى التي تتعلق بالطعام والشراب والتجهيزات العسكرية. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تي في.